رجعنا تاني أعزائي المشاهدين ولحظات تتويج النادي الأهلي والكأس المرتبط أو دوري المرتبط الخامس على التوالي. أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري، وهطمنكم دلوقتي على البنت المصابة رنا نبيل. للأسف خلع في صباعها زي ما احنا قدامنا هنا، رنا خلع في الصباع. سلامات يا رنا، تاني بطولة رنا بعد ما جت الأهلي، فألف سلامة تاني. بكرر، رنا خلع في الصباع، ألف مليون سلامة رنا رقم 9 رنا نبيل. وادي تسليم ميداليات النادي الأهلي، كابتن علي هاشم، كابتن إسماعيل، كابتن كريم إسماعيل، كابتن ماجد، كابتن أكرم الإحصائي، كابتن أحمد إبراهيم المدرب المساعد، دكتورة سالي، دكتورة ياسمين. ألف مبروك كابتن النادي الأهلي دينا أهو. سلامات لهاجر طبعا، ألف مليون سلامة يا هاجر، وحمد لله على سلامتك، واحدة من أقوى لاعبات المنتخب. دي صدقة مرت قناة الأهلي يا جماعة، هاجر عامر سلبية. سلامات لهاجر وسلامات لكل الناس، كابتن عمرو عاشور وكل جهاز النادي سبورتين. لحظات التتويج، الكابيتانو دينا عمرو على حمل الكأس أو الدرع الخامس بينها وبين جنى الألفي كابتن فريق 16 سنة، الخامس على التوالي النادي الأهلي بطل مرتبط 2021. كابتن أدينا عمرو نادي الأهلي درجة أولى سيدات، والكابتن جنى الألفي كابتن الفريق 16. لحظات التتويج، هيستلموا هما الاثنين ويرفعوا الكأس، والكأس أهلاوية كالعادة الخمسة على التوالي. صيد كاميرا الاهلي كان بيقول هاجر سلبيه، ده خاص لقناه النادي الاهلي. سلامات يا هاجر، مليون سلامه عليك يا هاجر، الف مبروك للنادي الاهلي، والكاس يتم اختطافه. جنى مصطفى وسرايا والفرحه على وجوههم. ادي جنى مصطفى، يعني فتنستا النادي الاهلي، واحده من لاعبات المهمات في النادي الاهلي، تهتم بالموضه دايما على طول، شيك وانيقه داخل وخارج الملعب. مبروك لجنة. سوريا دغيدي لاعبه المنتقله بقالها سنتين من نادي الصيد، ملكه او كوين اوف ايجيبت زي ما اطلق عليها الاتحاد الدولي لكره السله. ادي سوريا، واللحظات الفوز، توثيق الفوز، ولا التصوير التسكير، لحظات تصوير يعني. وادي رنا علاء، ما شاركتش النهارده لكن كان ليها دور مهم جدا في المباراة الأولى. وادي دينا عمرو وحبيبة محمد، حبيبة حاتم عفوا، حبيبة حاتم، وتصوير كده ولقطات تذكارية للذكرى بالفوز الخامس على التوالي لدوري المرتبط آنسات لموسم 2020-2021. والكابيتانو دينا عمرو تحمل الكأس الخامسة. وادي دينا عمرو ما زالت تصور، طبعا كان نفسي يبقى متواجد معانا الكابتن موسى علي المدير الاداري. سلامات يا كابتن موسى. وادي صوره كده لقناه الاهلي رضوى محمد. وادي يعني مش عارف اقول لكم هارد لك بصراحه يا نادي سبورتين، اديته اروع ما يكون في ظل غيابات من الجهاز ومن اللاعبات. مبروك، مش عارف اقول لكم هارد لك بصراحه، اديته اروع ما يكون. وادي فريده وائل، يعني لو هقول يعني اقول لهم مبروك على ادائكم، مبروك. وادي صوره حلوه قوي الصوره دي، يعني شكرا لطاقم الاخراج والمصورين. ايه الصوره الجميله دي، ايه الجمال ده. هلا مصطفى ومنار ايهاب من سبورتن، ومعاهم رنا علاء ولسه بتصورين وبتصوروا بكذا بوزيشن. حاجه جميله جدا، حاجه روح رياضيه عاليه، هي دي الرياضه اللي بنتمناها في كل الاحوال واللي بينادي بيها النادي الاهلي دايما. شايفين الجمال، الاول والثاني بيحتفلوا مع بعض. الرياضه حاجه حلوه، حاجه جميله، الاخلاق رقم واحد فيها. وادي لحظات التتويج، وادي نورين لعبت 16 سنه وحملت الكاس. وادي الصوره تاني اهي، نورين محمد بكر. وادي الصورة اهي، وكلام ما بين منار وما بين رضوى وما بين حبيبة حاتم وفريدة وائل، أصحاب وزمايل وأصدقاء، تنافس فقط داخل الملعب، لكن بره الملعب زي ما احنا شايفين هم واقفين مع بعض وبنضحك وبنهزر، شايفين الضحكة عاملة ازاي. وادي الكابتن أحمد إبراهيم، وادي نادين سلعاوة خدت لقطة كده بسرعة من كابتن أحمد إبراهيم. وادي لحظات التتويج،
ما زلنا معاها، وادي جنة وهالة بيست فريند، وادي رنا وادي نادين. اخيرا خدت الكاس واتصور بقى خلاص يا كابتن احمد، سيبها شويه. نادين سلعوه